سيدنا، يمكن زي ما قلت في المقدمة، أحيانا في ناس بتحس بوجود ربنا في حياتها وفي ناس تانية ما بتحسش بوجود ربنا، لكن السؤال هنا، رب المجد بعد ما قام هو زي ما قلت في المقدمة ظهر 11 مرة، دول اللي اتذكروا طبعا في الكتاب المقدس، ممكن يكون ظهر أكتر من العدد ده، لكن ليه في ناس شافته وناس ما شافتهوش؟ ليه ما ظهرش للناس اللي صلبوه، الناس اللي حكموه؟ ليه ظهر بس لأحبائه التلاميذ؟ طبعا عشان خاطر تشوف مسيح القيامة، لا يمكن إنسان يهلك ويخش الجحيم ويشوف مسيح القيامة. فالأبرار اللي هم هيخشوا معاه الفردوس هم اللي يستحقوا ان هم يشوفوا مسيح القيامة، انما ينفعش كل انسان هتشوف المسيح وتخشوا كهنم، لا ما تحصلش ابدا. فعشان خاطر كده هم كانوا الأبرار المؤمنين بي اللي هيكونوا معاه في الفردوس اللي يستحقوا ان يشوفوا مسيح القيامة هم اللي يشوفوه، اللي مش هجيب انسان شرير او انسان قاتل او هم يقولوا دم علينا وعلى دمه علينا وعلى اولادنا ويشوفوه، ما ينفعش باللي هم فيه ده يشوفوه ابدا. فعشان تشوف مسيح القيامة لازم تكون الاول انت مأمن بيه، انت عايش معاه، انت بتحبه، وعشان هتبقى معاه كمان في الفردوس. فمش كل انسان يشوف مسيح القيامة. واللي خلاهم ما امنوش بعد ما شافوا قيامة العازر بعد ما انتن بعد 4 ايام، ما شافوا ما امنوش بعد ما شافوا كل المعجزات اللي كان بتحصل قدامه، فهل هيامنوا يعني لو ظهر لهم؟ ما هو برضو قال نفس الكلام ده السيد المسيح المجد، قال لهم كده: لو لم اكن عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه. والان راوا ابغضوني انا وابي. فهم شافوا اعمال المسيح، ورغم ان هي توضح جليا ان هو الله ظاهر في الجسد ويعمل اعمال الله، وشايفين قوه المعجزات اللي بتحصل، في ناس امنت وناس ما امنتش، في ناس قبلت وناس رفضت، في ناس ده مش كده كمان، ده في ناس بعد ما استفادت، يعني المفلوج بركة بتحزدة لما اقام بعد 38 سنه الرب يسوع المسيح له المجد يعني شفاه من مرضه. صحيح. بعد شفاه من مرضه هو بيسالوه قال ما عرفش، لما المسيح الرب يسوع المجد شافه في الهيكل قالوا لا تعد تخطئ لأن لكن لك أشر، مضى وقال لليهود أن المسيح هو الذي أبرأه يوم السبت، يعني راح يفتن على المسيح بعد المسيح ما شفاه. ففي ناس المعاملات البشرية تنقسم 3 أقسام تبقى عارفها كويس أوي، اللي هم في قسم الفطرة تحب اللي يحبك، تكره اللي يكرهك، تساعد اللي يساعدك، ودي اللي قالها الرب يسوع المسيح المجد: إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. صحيح. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي أجر لكم. الخطأ العشر بيعملوا هكذا. وبرضه فيه نوعية تانية تقابل الخير بشر، يعني تعود لتمديتها وبيسموه عمل شيطاني. هو زي المداء، هو الرب يسوع أقامه أو شفاه من مرض بعد 38 سنة، بيقول له ماليش حتى إنسان يركضي في البركة ما تتحرك الماء. المسيح قال له طب قوم احمل سيرك وامشي، بدل ما يحفظ الجميل للمسيح ويتبعه، وبدل ما هو بيقام لا جري على اليهود وقال لهم المسيح هو اللي ظهرني يوم السبت. فقابل الخير بالإساءة، واحنا بنسميه عمل شيطاني. وفي بقى نوع ثالث وتعليم المسيحية: اللي أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احصلوا مبغضيكم. وده اللي بيسميه بقى بتقابل الإساءة بالخير، تقابل الشر بالخير. ده الميل الثاني بقى لا الرب يسوع المسيح المجد بيعلمه لنا. ما هو قال أصل في حاجة، أنت عشان تتكافئ في السماء يبقى لازم تعمل تعب عشان تتكافئ. هتتكافئ من غير ما تتعب، ده مش في القانون الإلهي أبدا. تتعب عشان تتكافئ، فأقول لك حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احصنوا بغضيكم، صلوا لأجل الذي يحصنك بطردناكم. وهنا أنت بتقابل الشر بالخير. صحيح. عشان خاطر يكون لك المكافأة في ملكوت السماوات. بس بالتأكيد الخطوة دي سيدنا ليها قامة روحية معينة، مش أي حد برضو يقدر يحب أعدائه، مش أي حد يقدر يعني يحسن للي بيسيئوا إليه. لا، هو صدقيني الإنسان قريب من الله واللي بيحب ينفذ الوصية بينفذ، وما بنكرش إن في معاناة من السماء بتسند. صحيح. إنما في معاناة من السماء إنك تسندك، إنك أنت تقدر تنفذ هذه الوصية، بيسندك لأنك بتاخد عليها إكليل. ودايما قريب من الله بتبقى كل حياة على الأرض يعني مش ذات قيمة، لأن لو حسبنا أبدية ملهاش نهاية جنب حياة على الأرض. صحيح. هتسوي ايه؟ لا تسوي شيء ولا حاجة. فانت لما تبص للأبدية وتلاقي نفسك انت بتتعلم من المسيح هو وديع ومتواضع القلب، هتلاقي نفسك لا بتنفذ الوصية بمحبة ومفيش اي حاجة.